مرحبا بكم اليوم الحياه افهم على تغطيه هذا النشاط اللي كان موجه لمنطقه الذريعات، وهذه منطقه شاسعه فيها ما يقارب 12000 ساكن، وكذلك فيها مدرسه كبيره. احنا حابين النشاط باش يكون موجه للمراه والطفل بهذه المنطقه، وكان فيه قافله صحيه فيها العديد من الاختصاصات كطب الاطفال، طب النساء، الكشف عن السرطان الانثويه، الكشف عن السكري، ارتفاع ضغط الدم، وكذلك فيها بعض الورشات التوعويه التحسيسيه حول التعريف بالقانون 58 لمناهضه العنف، وورشات تنشيطيه توعويه تحسيسيه للتلميذات. مدمجين النشاط في مدرسه وهذا باش فرضنا الصغيرات وقدمنا لهم المعلومه وحكينا زادة كيفيه حكايه هالعلاقه ما بين الاسره وما بين وبين المدرسه، يامنوهم معناها اخصائيين اجتماعيين واخصائيين في التنشيط. هذا في المجمل اللي جينا المنطقه هذه، خاطر ما فيهاش مركز صحه اساسيه عندها سنوات، وان شاء الله هم عندهم باش يكون في الطريق باش يكون عندهم مستوصف، ولكن هذايا لقينا الحاجيات هذه اللي تخص هالمنطقه كمندوبيه للديوان الوطني للاسره والعمر البشري. اثرنا القافله هذه معنا مندوبيه المراه والاسره والطفوله وكبار السن، مندوبيه التربيه، كذلك الدائره الصحيه بسبيخ. النشاط فما اقبال محترم على خاصة، ولقينا بعض الأمراض النادرة سيرتو عند الصغيرات، لكن باش يتنقلوا عليها للقروان ولا لجهة أخرى في طب الاختصاص، احنا ولينا جيناهم اليوم لهنا باش نقصوا عليهم أكل الشارج تاع التنقل والتعب، وإن شاء الله يبقوا فما تواصل ما بيناتنا. حسين نصر الله مدير مدرسة الذريعات السبيخة بالتنسيق مع المندوبية الجهوية للتربية بالقيروان والأخوة في الديوان الوطني للعمران البشري، نظمت اليوم بالمدرسة بتدريب الذريعات قافلة صحية فيها العديد من العيادات الطبية المجانية اللي في عدة متساكني المنطقة، اللي هي حسب علمي في تقصي السرطان الثدي وعنق الرحم، طب عيادة الأطفال، وطب التقصي السكري وضغط الدم، إضافة إلى معناها ألعاب وحتى تنشيطية اللي فائدت أطفال المدرسة. المدرسة دي قديش عندكم تلميذ؟ في المدرسة هذه فما 760 تلميذ، الإطار التربوي 33 إطار تربوي بما فيهم مدير المدرسة والمساعد، فيها 25 قسم تقريبا، زوز تحضيري، أربع أقسام سنة أولى، أربع سنة ثانية، أربع سنة ثالثة، أربعة سنة رابعة، وثلاثة خمسات، وأربعة ست ست. الحياة فام، الإذاعة الأولى للصحة في تونس. الحياة فام.